نجم من نجوم العالم بزقفة كبيرة كل يدنا بنستقبل. قبل ما نستقبل بدنا نتشكر حمزة جروب ومنتجع النورث مارينا المنارة اللي الليلة حيحيونا سهرة من أجمل سهرات العمر. لنستقبل بزقفة كبيرة نحن وياكم النجم سعد رمضان. مساء الخير عليكم وعلى اهل طرابلس. كلكم من طرابلس؟ كله طرابلس. اللي بيتابعني مظبوط بيعرف قديش انا عندي حب لطرابلس، بيعرف قديش انا بيجي دايما على طرابلس، نسهر بطرابلس مع اهل طرابلس ومع الاحبه. ان شاء الله يا رب هذه السهره بتكون سهره حلوه، واكيد رح تكون حلوه بوجودكم. مشتاق لكم كثير، من زمان ما غنيت بطرابلس، يمكن من 9 سنين اخر مره. دائما بقول لهم انا اهل طرابلس غير، ما بيشبهوا حدا لحالهم.
العالم بميل واهل طرابلس لحالهم بمحبتهم وبطيبة قلبهم. ان شاء الله حنقضي سهرة حلوة اكيد رح تنحب بوجودكم. يلا جاهزين نولعها؟ جاهزين. ادينا بيات السودا. ظبطنا الصوت شوية افكتس لازم نعمل. شوكي صورة إلا طيور الوعر ما بتزورها وهو بتلكلها شمس وتفا
وميل يا غزيل.